نأتي في بعض الروايات. يروي عن علي الدينوري أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع الله. فقط تأدبا إيه؟ مع الله. يعني هو قادر أنه يعمل اللي الله بيعمله، بس تأدبا مع الله قرر أنه إيش؟ يترك قوله للشيء كن فيكون. هذه من جملة الكرامات. الشيخ القناوي، طبعا هذه الكرامة الأولى، وين هذه؟ وين مكتوبة؟ كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 158. الكرامة الثانية كرامات الشيخ القناوي: كان إذا شاوره إنسان في شيء يقول له: امهلني حتى استأذن لك فيه جبريل، فيمهله ساعة ثم يقول: افعل أو لا تفعل، على حسب ما يملي عليه جبريل. وين هالكلام موجود؟ جمع كرامات الأولياء للنبهاني المجلد الثاني صفحة 68، وطبقات الشعراني لابن عمر، عفوا طبقات الصوفية للشعراني المجلد الأول صفحة 157. يا ابني يا عمر، هلا الشيعة بيغضبوا من اسمك، روح يا ابني، ما بيحبوا يسمعوا اسم عمر. طيب، كذلك يروي النبهاني عن ابن عربي أن الكعبة كانت هي تأتي إليه مصحوبة بالحجر الأسود. يعني الكعبة بتقول الحجر الأسود ماشي معي، منروح أنا وياك. ليش؟ بدنا نطوف حول ابن عربي. جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 120. بارك الله فيكم. ذكرتوني بقول أبي هريرة رضي الله عنه: أبو هريرة كان يجلس في مجلس ويقول: اللهم اغفر لي أبي هريرة ولأمي أبي هريرة ولكل من استغفر لأبي هريرة وأمه. فكان من روى الحديث يقول: فكنا نستغفر أو فنحن نستغفر لأبي هريرة ولأمه حتى تنالنا بركة دعوة أبي هريرة، لأن أبا هريرة قال: اللهم اغفر لكل من يستغفر لأبي هريرة وأمه. فأقول أيها الأحبة، وجب أن تستغفروا لأبي هريرة حتى تنالكم إن شاء الله بركة دعوة أبي هريرة، فإن أبا هريرة قد دعا أن يغفر الله لكل من يدعو لأبي هريرة ولأمه. طيب، الآن بدأت الكرامات، الله أكبر. شيخهم إبراهيم العريان كان رضي الله عنه يخطب الجمعة بالناس وهو عريان، نعم، فيحصل للناس بسط عظيم، الحمد لله رب العالمين، يحصل للناس بسط عظيم. صلوا يا أخوان. صاحب كتاب جامع كرامات الأولياء يقول: إذا طلع الشيخ إبراهيم العريان إلى المنبر ليخطب الجمعة وهو عريان يحصل للناس بسط عظيم. شو نوع هالمسجد هذا؟ أي والله كنيسة يستحي اللي يفعله الصوفية. جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 246. كذلك آية الله، عفوا، ولي الله الحشاش. يا أخوان في شيء اسمه ولي الله الحشاش؟ لعلكم تتعجبون من ذلك، والله ذكروه. يقول كان الناس مجتمعين حول رجل، فسأل سراج الدين البلقيني، يقول: ما هذا الاجتماع؟ لماذا تجتمعون؟ قالوا: شخص من أولياء الله يبيع الحشيش. كيف يكون شخص بياع حشيش من أولياء الله؟ إنما هو من الحرافيش. قال: فسلب الولي، يعني الآن في واحد تكلم على الولي الحشاش، شو عمل هذا الولي عقوبة لهذا الرجل؟ قال: فسلب هذا الولي ما في صدر هذا الرجل من القرآن، حتى الفاتحة. يعني ما عاد يستطيع يقرأ الفاتحة الآن، ما عاد يستطيع. أنا أتمنى لو أن نحط نغمة والت ديزني قبل ما نقرأ هذه الكرامات، نغمة والت ديزني. نكمل إن شاء الله. هذا في جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 325. وإليكم المفاجأة الكبرى: ولي الله الديوث. يا أخوان، والله ما أنا قلتها، والله هم قالوها، كتاب جامع كرامات الأولياء. يقولون، يذكرون من جملة كرامات الأولياء:
ولي الله الديوث. نشوف شو قصته هذا. يقول النبهاني: حكى الشيخ نور الدين الشومي أن شخصا كان مكريا، يعني كان شو بتسموه أنتو بالخليجي جرار، جرار يعني كان يتاجر بالنساء، كان يحمل النساء من بنات الخطأ، وكان الناس يسبونه ويصفونه بالتعريف. أنا ما قلت كلمة التعريف، هذه كلام النبهاني معذرة يعني. هنا التعريف يعني بأنه كان قواد، وكان الناس يسبونه ويصفونه بالتعريف، وكان من أولياء الله تعالى، لا يركب امرأة من بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبدا. حلو، يعني إذا أردتم منع الناس، منع أهل أوروبا وأهل أمريكا من الزنا، فلتوا عليهم هالولي، كل ما زنى بوحدة خلاص تتوب إلى الله من الزنا، ولذلك سموه بولي الله الديوث. ما رأيكم أيها الأحبة؟ ما رأيكم؟ كذلك يذكر الشعراني أنه رأى أحد أولياء الله اسمه أبو الفضل السرسي، الظاهر كان مصاب بالسرس، جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال: أما بعد فإني أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس: كفر. فسل السيف ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع. ليش؟ خوفا منه. نعم، هذا مين؟ هذا سيدهم الشيخ أبو الفضل السرسي، هذا في طبقات الشعراني المجلد الثاني صفحة 107. وذلك سيدي لا نسوا بوله كاللبن الحليب أبيض، وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر فيرجمه، يعني إذا سمع المؤذن عم يقول الله أكبر بيجيب حجر وبيرجمه ويقول: الله أكبر عليك يا كلب، نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبر علينا. هذا من جملة الأولياء. نعم. وأما الله أكبر، الله أكبر، أيوة، أحد أولياء يذكر ترك عنه رواية أنه رأى امرأة فأعجبته فأراد أن يخطبها، فتعرى لها بحضرة أبيها أمام أبوها، قال: انظري لا تقولي بكرة بدن وخشن أو فيه برص، إلى آخره مما عند هؤلاء الذين قال عنهم ابن المليجي بأن الأصل عندهم التمسك بالسنة. طيب هذا الأصل عند المسلمين، ليش صار الأصل عند التصوف؟ ما الداعي إلى التصوف إذا كان الأصل عندهم اتباع السنة؟ لماذا يسمون اتباع السنة بالتصوف؟ لماذا؟ هذا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.